السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، النهاردة عاملة لكم الأوزي السوري بس بدون الخضار، عاملة بالفروج اللي هي الفراخ الصغنونة قوي. بنجيب فرخة ونقطعها قطع صغيرة، وبصلتين مطحونين ومعاهم 2 توم، وطبعا رز بسمتي ومكسرات. بننقع الرز شوية، معاه 2 معالق ملح. وياريت قبل ما نكمل الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير للي مش مشتركين عندي، عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن والقناة تكبر بيكم. الفراخ بنكون مقطعينها اللي هي الفروج دي، بنقطعها صغير جدا، يعني فراخ صغيرة قوي، ونضيف عليها 1/2 ليمونة، ونكون مشكشكينها بالسكينة. والبصلة بيكون معاها 2 توم مطحونين في الخلاط، وهنحط رشة فلفل اسود ورشة شطة بابريكا ورشة كركم، يعني اللي هي المعلقة الصغنونة دي بتاعت التوابل، ورشة شطة عادية. ورشة قرفة، ولو في ناس مش بتحب القرفة مش لازم. ومعلقة صغيرة كزبرة مطحونة، ومعلقتين صغيرين ملح. الملح ده طبعا حسب الرغبة، ممكن تقدروا تحطوا 4 معالق تزودوا شوية، ونص وحداية ماجي، وبرضو ممكن تخلوها وحداية كاملة، بس عشان الملح دايما ما يزيدش بنحاول نقلله على قد ما نقدر. واذا عندك لبن حليب، هو الحليب العادي، مش الكياس او في علب، بتاخدي معلقة منه قشطة، وبرضو تمزجيها مع الفراخ، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا، احلى من طعم الزبادي مع الفراخ. وطبعا انا بعيد على تفتيح الفرخه عشان تستوي، لان انا مش هضيف لها ميه خالص. اهم حاجه بنسوي الفرخه او الفروجه، بنسويها بدون ميه، هي بتتحمر كده مع نفسها وتتغطى، بتبقى كانها اللي هو الفراخ المندي بالظبط، نزل ميتها منها فيها وبتعمل جوست حلو قوي. بس بعد كده بقى بنكمل مع بعض، بعد ما بسيب الفرخية تتنقع شوية والرز منقوع في الملح شوية برضو، بقوم جايبة 2 معالق سمنة او حسب برضو انتوا بتحبوا السمنة قد ايه، عايزين تزودوا زيت زودوا، انا مزودتش الزيت، انا عملتها بالسمنة بس، 2 معالق عادية اللي هي 2 معالق الطعام، 2 معالق السفرة. وهحط جزء برضو من البصلتين اللي هم معاهم 2 توم في السمنة، واقلبهم. يعني انا الاكلة كلها عملتها ببصلتين وفصين توم، ما زودتش عليهم خالص. في ناس بتحب تعمل بصل كتير وكده، انا مش بحبش تقطيع البصل اساسا كتير، يعني عشان متعب. المهم هحمرها، وبعد كده هضيف فيها بعد ما تبدأ تاخد لون، يعني البصلية تتحمر، هقوم ضايفة فيها الفراخ. ووقت تحمير الفراخ وهي كده لسه بتطشطش في السمنه، هقوم حطلها 2 ورقة لوري،
وكمان بضيف 4 هيل حبهان و4 أو 5 قرنفل، ومعاهم 2 مستكة، طبعا القرنفل والحاجات دي عشان خاطر بتدي ريحة جميلة جدا ونكهة حلوة قوي للفروج. وبعد التقليب الجيد طبعا بقوم بقى مغطياها ومغطية عليها، يعني نقلها على عين واطية كده واخليها شوية مع نفسها، تنزل بقى المية وكده وتعمل ريحة حلوة وتستوي. بقوم جايبة برضو حاطة معلقتين صفرة بصل، واقوم محمراهم مع معلقة طبعا سمنة، وزي ما قلت لكم السمنة دايما حسب الرغبة او حسب انتوا بتحبوا سمنة زيادة بتقللوها، دي حاجة عادية. وبضيف فيها المكسرات اللي هي الجوز واللوز وزبيب واي مكسرات عندك برضو كاجو عادي حطي، وكله دي بقى. الطريقة دي بتبقى حلوة قوي قوي. انا عندي هنا في البيت ما بيحبوش ياكلوا الرز البسمتي الا اللي هو المكسرات المحمرة دي. وهنا الفراخ بعد حوالي كده ربع ساعة هشيل منها بقى الهيل والورق اللوري عشان خاطر لما اجي اضيف في الرز في نفس الجوز بتاع الفراخ واسويه هيبقى جميل جدا، اللي هي مية الفراخ يعني. وطبعا ما ننساش نختبر الفراخ في السوا بتاعها، واحنا بنطلعها بنضغط بالقفاشة كده بتاعت المساكة بتاعت الفراخ بتاعت الحاجات، يعني هنلاقيها استوت فبنبقى اتأكدنا، او بشوكة. بضيف الرز واقلبه لحد ما يشرب كل اللي هي الصلصة بتاعت الفراخ او المرقة اللي نزلت من الفراخ يعني باللغة العربية الفصحى. بضيف عليه مية بحيث ان انا اغطيه، هو اساسا منقوع زي ما احنا عارفين بتاع ساعة كده، الملح والمية، وشطفته ودلقت منه المية وجبته. هضيف له برضو التوابل، شطة، بابريكا، يعني كل التوابل اللي انا حطيتها الفراخ، وكزبرة وجنزبيل وقرفة، فلفل اسود، وشطة عادية، والمرة دي هحط 1 ماجي لو انتوا اللي هي المرقة يعني مرقة دجاج، لو انتوا عايزين تحطوا 2 برضو حسب الرغبة. وبغطيه بقى برضو بعد ما قلبته كويس جدا مع الحاجات كلها، ونقلب كويس الرز مع المية عشان مرقة الدجاج اللي احنا حطيناها نتأكد انها فكت عشان ما تجمعش في منطقة واحدة. يا ريت نبقى نفكها بقى في كوبايه ميه افضل سخنه وبعد كده نحطها عشان نتاكد انها فكت. بجيب السلطانيه وبحط فيها بقى اللي هو الجلاش، بدهن كل طبقه بالسمنه عشان ما ينشفش مني، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اكون حطيت حوالي 3 أو 4 طبقات من الجلاش وبين كل واحدة بدهن، بقوم جايبة الرز اللي انا سويته في مرقة الفراخ وبحط طبقة منه وطبقة قطعة فروج والطبقة الأخيرة مكسرات، وبدهن برضو الجناب عشان يطرى معايا الجلاش قبل ما اقفل وحدة الأوزي. زي ما انتم شايفين وبالطريقة سهلة جميلة جدا. في ناس تانية ممكن بتعمله بالعجينة، ان شاء الله بعمل لكم مرة بالعجينة.
وبضغط على الجلاش بالمكونات اللي جوه الرز وكله، وبقلبه في الطبق عشان احطه في الصينية اللي انا هحطها في الفرن. وبعمل واحدة كمان معاكو عشان تعرفوا الطريقة صح. بنفس الطريقة حوالي 3 أو 4 طبقات من الجلاش، وبين كل طبقة وطبقة بدهن سمنة، وهكذا بقى. وبعمل كذا سلطانية على حسب الأفراد اللي هياكلوا، وإذا كانت يعني عزومة كبيرة بنقوم غرفين الباقي كله في سيرفيس، وفوقيه الفروج برضو، بتبقى أكلة جميلة. ونضيف عليه حبة بقدونس، قطع خضار يعني. المهم بعد ما اكون بقى خلصت كل السلطانيات اللي انا حسويهم بحطهم في الفرن، وكده اخر طبقة من المكسرات بتدي طعم حلو جدا 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 للاكل، اللي هي المكسرات المتحمرة بالبصل دي مع الزبيب وكده، بتبقى تحفة. جربوها مش هتنسوها ابدا، مش هتندموا. بس بضيف على الوش برضو سمنة عشان الجبلاش ما يقشرش مني ويفك، وبرضو بقلبه في الطبق وبضيفه في الصينية اللي انا هحطها في الفرن. وكده بعد ما طلع الاوزي من الفرن شكله جميل قوي قوي قوي، وطعمه كمان اجمل. وده غير بقى ان الجلاش من بره مقرقش كده، تحفه يعني، بيتاكل لوحده. وطبعا طعم الرز مع المكسرات مع مرقه الدجاج حلوين جدا جدا جدا. زي ما اتعودت بحب ادوق الاكله. طبعا كان الادان خلاص الدن بقاله بتاع 2 دقايق، فغرفتهم بقى بسرعه. الطعم طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم، انت اكيد انتوا عارفين الطعم عامل ازاي. طعمه جميل قوي 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 قوي، يستاهل انكم تدوقوه ان شاء الله لما تجربوه، وقولوا لي طعمه ايه هيعجبكم. ويا ريت بقى قبل ما اسيبكم ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.